السلام عليكم اخوتي سافالا، بس عليكم كشمال، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في الحلقه ديال اليوم غتشوفوا الكماله ديال السلسله اللي كنا بدينا فيها ديال لي كافي اللي كطلبوهم بزاف ليك. اليوم كنا في الحلقات اللي دازوا دوينا على لي كافي، كافي نوار نورمال طاليان وما جاور ذلك. في الحلقه الاخيره كنت دويت لكم على مهرسه سبيسيال حليب مهرس ونصنص، والحلقه ديال اليوم ان شاء الله غندوي لكم على، حيت كنت قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، الحلقه ديال اليوم خاصه غير بنصنص. غندير لكم كيفاش تصاوب نصنص كبيره في الكاس، كيفاش نصنص كبيره في الطاس، كيفاش تصاوب نصنص صغيره، يعني باش تكون عندكم فكره على اي حاجه. كيف ما كنت قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، انا كنبغي نتفرج في حاجه، اي واحد يعطيني شي حاجه يعطيها لي بطريقه مفصله. هذاك الشيء نوريكم انا بطريقه مفصله كيفاش تصاوبوا اي حاجه. نديروا هذا الطاس، هذا هو باش نصوبوا القهوه ديالنا، ونقدروا نصوبوا كي نتا الطاس ترونسبارون، يعني على حساب لو شوا ديال لوك اليوم، يعني نديروا هاد الطاس كبيره ولا هاد الطاس كبيره ترونسبارون ولا هاد الكاس ديال الليد. هاد الكاس ديال الليد هذا، هادو كبار، هادو اكثريا هذا غير كيخرجوا في الفطور في الصباح، ولكن هاد الكاس ديال النصنص هذا هو اللي كيخرج نهار كامل، هذا هو اللي كتخدم به بزاف. ملي كيجي سيرفور ديريكت مو كيلونسي لك، ملي مثلا غيجي سيرفور كيقول لك عطاني نصنص، صافي كتعطالي انت ديريكت في هذا، اكثر يستعلي في هذا. عندك فطور راه ديريكت تعطالي في هذا، مثلا في العشيه كتحاول ديما تخدم نتايا نصنص في هذا الكاس هذا، حيت في العشيه ما كيبغوش الناس في هذا كبيره، وانت ديما كدير هذا من غير الى لونسا لك سيرفور نصنص كبيره ولا هذا. ديك الساعه كتسولو واش بغاها في الكاس ولا في الطاس، ولا ديريكت انت ديك الساعه كتصور في الكاس، ولكن ديريكت مون كيجي سيرفور لونسي لك نصنص كديرها في هذا الكاس هذا. كيف ما كنت قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، كاين نصنص نمرو الكاس ما واصلش نص تقريبا، قد هكا قد هكا. وبالنسبه للطريقه ديال التفيض ديال الحليب، راه كنت وريتها لكم، درت لكم وريتها لكم في الحصه ديال البريسا، ومن بعد درت لها حلقه خاصه بها بوحدها، وريتكم كيفاش تفيضوا الحليب باش يكون كريمي وديكوريو به وهذا. ومع ذلك نوريكم عاوتاني كيفاش تفيضوا الحليب باش تصوبوا الصنص ديالكم. اول حاجه هذا راه كنت قلت لكم، كنعاود نفكركم ضروري اللي مازال ما حيت هاد الفيديوهات ديالنا عباره على حلقات، يعني خصك ضروري تكون متبع معنا باش تفهم كاع الحلقات ديالنا. كنت دويت لكم على المولاه، من بعد دويت لكم على البريسا، شرحت لكم كل حاجه شنو هي، كيفاش تعمر القهوه في البورت فيلتر، من بعد شرحت لكم كيفاش تركب بورت فيلتر في البريسا، شنو هو هذا، شنو هي، شرحت لكم كل شيء، اي حاجه شرحتها لكم. انا دابا كنحاول نفكركم غير في الحوايج المهمين، ولكن ضروري اللي ما شافش الفيديو ديالي ضروري يعاود يرجع يشوفهم باش يفهم كل شيء. دابا كيف ما قلت لكم، قبل ما تصاوب الصنص ديالك، قبل ما تفيض الحليب، كدور لا فابور بحال هكايا، حتى كيخرج منه هذاك الماء اللي كيكون مجموع فيه، حيت ولا ما دازت واحد المده طويله كيبقى يتجمع فيه واحد شويه المنايا، كتخوي كتحيدو باش ما يمشيش لك في الحليب. من بعد كتفيض الصنص ديالك، كيف ما قلت لكم ديك النهار، واخا هادشي دوت عليك نعاود نفكركم، الحليب ملي كتبغي تفيضو ما كتدورش بشويه حيت ما غيفيضش، وما كتدورش بالجد حيت غيتخوى عليك. وهاد الطورشون هذا ضروري ديما يكون حدا لافابور كيكون خاص به، ملي كتسالي كتعاود عاوتاني تخوي داك الحليب اللي يقوص منه، تعاود تمسح، وها انت كملتي. دابا غنصوبو لكم واحد القهوه انا نصنص باش تشوفوها، غير في هادو في سواء في ليطاس اولا في الكاس. في الكاس ديما كتفيض الحليب في البو، في الكاس ديما كتفيض الحليب في الكاس، حتى هو غدير نفس العمليه اللي درتي في كتعمر الحليب تقريبا نص نص، غتعمر الحليب النص، يعني باينه بلا ما نحتاجو نعصرو فيهم القهوه بجوج، راه هذا حتى هو غتعمر الحليب النص. كتفيض الطريقه نفس اللي درتي في هذا، كدير غير العوينات، غير هاد العوينات اللي كاين هنا هما اللي كديرهم في الحليب، وكتدور كدور كيف ما قلت لك، ما غدورش بشويه وما تدورش بالجهد، كتشد العبار انت بيديك بشويه بشويه. راه كيف ما قلت لكم، رجعوا شوفوا الحصه اللي درت لكم ديال تفيض الحليب، كيفاش تفيضوا الحليب، وديك الساعه غتفهموا هذا الشيء كامل. دابا غنصوبوا الصنص ديالنا. هاد بالنسبه هاد لي بورت فيلتر، ملي كنبغوا نصوبوا الصنص كنخدموا بهذا اللي محيدين ليه هاد البيك، هاد البيك علاش، باش حيت هاد الكاس ديالنا الا جينا نديرو هنايا، هذا
غيدار هذا ما كيدارش، هذا ما يمكنش ديرها نتوما. هنايا هنا واخا تخشي بحال هكا تخشى، وكيما اللي بغيت تخرج راه غتخوى لك القهوة، فهمتوني؟ داكشي علاش كنخدمو بهذا اللي كنحيدو ليه هذا البيك، كنعمرو البورت فيلتر ديالنا. ونعاود نفكركم، راه وريتكم كيفاش تعمرو البورت فيلتر ديالكم، وريتكم كلشي، وريتكم كيفاش تركبو، وريتكم كيف علمتكم كيفاش تركبو البورت فيلتر في الجروب ديالكم بطريقة سهلة. كتخلو هذاك الملو اللي مجهد ينزل، ومن بعد كتعمرو السنس ديالكم. قبل ما نركب البورت فيلتر ديالنا ونقول لكم كيفاش تعمرو السنس ديالكم، نسيتو درتها في هذا. مهم، قبل ما تعمروا البورت فيلتر ديالكم ديروا السنس ديالكم، بغيت نقول لكم واحد القضيه كنت قلتها لكم في الحلقه اللي فاتت. ملي غيقول لك مثلا الكليان السيرفر يجيب لك لا كوموند فيه مثلا السنس خفيفه او لا قاصحه، راه مثلا ما كيعنيش انك في الخفيفه راه باينه غتحبسها، غتبان لك شويه القهوه دارت وغتحبسها. انا غنوريكم كيفاش امتى تحبسها. مي مشكل عندنا في ملي تكون قاصحه، ملي تكون قاصحه اكثريه البارما شنو كيديروا هو انك يخلي غير الماء يبقى يهبط يهبط. لا، هذيك الساعه راك تكون زدتي غير الماء في هذيك القهوه. لا، ملي تكون عندك نص قاصحه راه خصك تزيد لا دوز ديال القهوه، تزيد تقريبا واحد 2 غرام، فهمتوني؟ يعني تزيد واحد 2 غرام باش تخرج القهوه مزيره وتنزل مزيان، وتنزل عليك القهوه تزاد لك هذيك القهوه تزاد لك هنايا. اما الا بقيتي كتطلق صوبتي نص عاديه ودازت وبانت لك خليتي غير القهوه كتنزل باش هذا الخط الكحل اللي غيكون داير هنا يكبر، لا ديك الساعه راه ما هذاك اللي نزل، فهمتوني؟ هنا عادي ما كاين حتى شي مشكل. واخا صوبته في هذا كتخوي ترجع البورت فيتر تخوي القهوه ديالك هنايا، عادي ما كاين حتى شي مشكل. نديرو بهذا البورت فيلتر هذا اللي ممكن نحيد لي هذا البيك كما قلت لكم، وصوبو السنس ديالنا. كيف ما شفتو قبيله كنت طلقت المين اللي نزل ديال هادي، هي اللي طلقت لها المنزل ديال هذاك الاول السخون يحيد، ودابا لو كان خدمت بهادي كانت غتخرج لي القهوه محروقه. دابا كيف ما قلت لكم تقريبا نص نص خفيفه كتكون تقريبا بحال هكا صافي، بحال هكا غتحبس. مي نص نص اللي عاديه، دابا انا نوكل كنوريكم ديما النورمال، والخفيفه والقاصحه راه كندوي عليها. الخفيفه راه كتكون غير شويه القهوه كتنزل، ماشي شويه او ثاني بزاف، ماشي غير لا كتبدا تنزل تحيدها، خلي واحد شويه عاده باش حيدها. من بعد من بعد هذه نص نص عاديه هكا كتصيفطها للكليان. اكثريه ديال 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 لي بارمان كيف ما قلت لكم ملي كتكون قاصحه كيبقى يخلي هذا الخط الكحل اللي داير هنايا، هذا الخط اللي تشوفو كحل كيخليه يكبر، كيخلي داك الماء يبقى ينزل ينزل ينزل. لا، هذاك راه غير الماء خليتيه ينزل في القهوه، واش فهمتوني؟ يعني خصك تخلي تزيد القهوه باش تخرج لك نص نص قاصحه. وبالنسبه نص نص فليطاس كتفيد الحليب في البو، اولا تقدر تفيدها كاين اللي كيبغي يفيدها في الطاس عادي، ولا غتفيد الحليب في البو ديالك. عندنا هذا البو ديال الحليب هنايا، كتفيد الحليب في البو. راه كيف ما كنت وريتكم، راه وريتكم درنا حلقه خاصه كيفاش تفيدوا الحليب بجميع انواع، فهمتوني؟ وريتكم كيفاش تفيدوا الحليب في الكاس في البو وكل شيء. هنايا كيف ما قلت لكم راه غدير نفس العمل اللي درتي هنا، غتفيد الحليب في الكاس وغتعصر عليه، هنا غتفيد الحليب في البو. وكيف ما وريتكم كيف ما قلت لكم غترجعوا للحلقه ديال كي وريتكم كيفاش تفيدوا الحليب في البو وتخويو الحليب ديالكم هنايا. غير ملي كتكون كتخوي خاصك تحاول تجيب، تحاول انت ملي تكون كتخوي، انا نوريكم دابا باش تفهموا مزيان، خصني نديرها قدامكم. في النصنص اللي كيفرق ما بين النصنص وكافي كريم، ولا هذا كافي كريم حتى هي جايه الحلقه ديالها غتكون هي الحلقه الجايه، كافي كريم كريم تيري
كل حاجه غندوي عليها ان شاء الله كيف ما كنت قلت لكم في الاول ديال هذه الحلقه. احسن حاجه اللي غيعطي شي حاجه يعطيها بالتفاصيل. كان بامكاني نقول لكم هنصنص كيفاش تصوبوا هذا وهذا، ولكن لا، كنبغي كل حاجه نعطيها حقها باش كلشي تفهموا، باش اي كومون جاتك تعرف كيفاش تخرجها. كيف ما قلت لكم تنصنص في الطاس، ما كتجيش ما ماشي غتفيد الحليب وتجي وتخويه، لا، الا خويتيه راه غطلع لك الحليب حتى لهنايا، غيطلع لك الحليب حتى لهنا، لا، كتحكم فيه نتايا. كيف ما قلت لكم رجعوا شوفوا، ضروري ترجعوا تشوفوا الحلقه ديال كيفاش تفيدوا الحليب. كتبقى تلعب بيدك بحال هكا، تلعب بيدك بحال هكايا باش تطلع هذيك لاموسيه الفوقانيه، كتطلع هذيك لاموسيه الفوقانيه هذا باش كتخوي بحال هكا صافي، باش كي باش كيبقى لك هاد الحليب عند النص هنايا، هو راه ما يبانش لكم دابا ولكن هو راه عند النص، وكتعسر عليه كتخرج من النص باش ما تكونش طالعه وما تكونش نازله، كتشد العبار ديالك وتا في النص نص عاوتاني بحال في الطاس راه حتى هي بحال هكا، اولا كتفيدوا الحليب في الطاس ديالكم وديك الساعه كيبقى لكم شويه الاختيار. من الاحسن تفيدوا الحليب في البو، علاش؟ حيت بعد ما تكون عندك الخدمه تيكون عندك بزاف ديال لي كوموند وهذا، ما كاينلاش غتبقى تفيد كل طاسه بوحدها، كتضرب على الخدمه ديالك وداك الشيء كتفيد في البو وكتخوي فيهم كاملين وتخدم بهم. كيبان لي الحلقه ديال اليوم كانت واضحه وباينه سهله، كيف ما كنت قلت لكم ونعاود نفكركم عاوتاني مره اخرى، والاخر مره كنت دويت لكم مركزش لكم كيفاش تعمروا البورت فلتر ديالكم، ولكن راه كنت درت لي حلقه خاصه مركزش لكم كيفاش تركبوا البورت فلتر ديالكم، ولكن راه درت لكم حلقه خاصه توا عليه تفيد الحليب، حتى هو راه درت لكم حلقه خاصه عليه، كل حاجه درت لها حلقه خاصه ديالها باش ما يكونوش باش كل حاجه تفهموها بوحدها. ما الا كنتي متبع معنا من الاول غتكون فاهم هادشي اللي كنقول كامل. تهلاو في نيوزكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باقيين جايين فيديوهات اللي غيكونوا احسن من هادو اللي دازو، جايين فيديوهات اللي فيهم شي حوايج اللي جداد. بقات لينا فيديو واحد ان شاء الله اللي غيكون فيه كيف ما قلت لكم الكريم، كريم تشيري وشي حاجات اخرين، هو اللي غيكون الفيديو الجاي. ومن بعد ان شاء الله غنحيدوا انواع ديال الشوكولات، كاع انواع ديال الشوكولات اللي كنخرجهم، شوكولا شو اللي هو شوكولا شوكولا الونسيان، شوكولا اي حاجه اي حاجه اي كومود ممكن تجيكم فيها الشوكولا غندوي عليها في هذه الحلقه الجايين. ومن بعد غندوزو لي كوكتيل. واحد النقطه راه غنقولها لكم في الكوكتيل، راه ماشي كوكتيل سميتو، موكتيل، المهم حتى شي من بعد ان شاء الله تيجي وقته ونشرحو لكم. دابا غنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف بزاف، شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، الى عجبكم الفيديو تخليو ليا لايك، وضروري مازال ما اشتركش في قناتي يشارك فيها، اللي ما شافش فيديوهات اللي قبل باش يستافد منهم ضروري يشوفهم ويستافد منهم. نتسناو فيديوهات جايين ان شاء الله يكونوا زوينين. تهلاو في راسكم، نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.